بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع اللقاء الحادي عشر من سلسلة خارطة العلوم الإسلامية، وكنا قد تحدثنا في لقاءات سابقة عن أصول الفقه الذي هو منهج الاستنباط، وعن الفقه الذي هو الثمرة. وفي آخر حديثنا عن أصول الفقه تعرضنا شيئا ما لمقاصد الشريعة وللموافقات بما يوهم تنقيص هذا العلم، وهذا ليس مقصودا من كلامنا. المقصود هو التنقيص إذا ما أراد بعض الناس أن يجعله بديلا عن علم الأصول. فلا يغني علم عن علم، وكل علم له هدف، وعلم المقاصد مكمل لعلم الأصول وليس بديلا عنه. وكيف استنبط؟ سنتحدث عن هذا. المقاصد من الجمع مقصد، وهو من القصد. ماذا أراد الله تعالى؟ وماذا قصد من تشريع الأحكام؟ لاحظنا بالاستقراء لأدلة الشريعة ومواردها أن الله جل جلاله يستخدم في القرآن الكريم عبارات تشعر بالتعليل. مثلا: لكي لا يكون دولة، إذن هذه لام التعليل. مثلا: لعلكم تتقون. مثلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. كان قادرا أن يقول هو حرام وينتهي الأمر، هو أذى، إذن هناك علة. هنا الحديث عن الخالق سبحانه وتعالى ينبغي أن نحتاط أشد الاحتياط، ليس كالحديث عن المخلوق. في المخلوق تحدث كيف شئت وبما شئت، بالنسبة للخالق كن على حذر. حتى هذه الحروف لام التعليل في التي تدل على الظرفية، من التي تدل على الابتداء، إذا ما أسندت إلى الخالق سبحانه وتعالى، انتبه، ينبغي أن يكون لها معنى خاص يليق بمقام الخالق سبحانه وتعالى. هنا وقف علماء الكلام بشكل خاص، ومن بعدهم الأصوليون، وقفوا ما العلة. وهناك فرقة الفلاسفة تقول الكون صدر عن المكون صدور المعلول عن العلة، مشكلة كبيرة جدا، هتنفي الاختيار وتنفي الإرادة. أو العلة هي التي تؤثر في الشخص منا فتجعله يفعل هذا، تبعثه عليه. فقالوا العلة بمعنى الباعث مرفوضة في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، الله سبحانه حكيم، والحكيم لابد أن يكون صنعته فيها حكمة، وأحكامه فيها حكمة، تشريعاته فيها حكمة. فإذا باعتباره جاء من عند الله فلا بد له من حكمة. فالحكمة العلة بمعنى المعرف، لأنها تعرفنا على ماذا شرع الله سبحانه وتعالى. إذا هذا معنى مقبول وليس مرفوضا. وأصل القصة وأصل هذا العلم في بحث علماء الأصول عن العلة. قلنا علة، هناك كتاب عظيم لحجة الإسلام الغزالي، وهو من أكثر الباحثين في هذا المجال، اسمه شفاء العليل شفاء الغليل، ليس العليل، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، من أعظم ما كتب في هذا الباب. أثناء بحثهم عن العلة وجدوا يعني حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الشارع لم ينص عن العلة،
ما هي العلة؟ لا أدري. ونحن نريد أن نعرف العلة حتى نطرد الحكم ونقيس غير المنصوص عليه، مثلا الأصناف الستة التي اتفق المسلمون على جريان الربا فيها لأن النص ذكر ذلك. طيب، هل هذه علة قاصرة محدودة في هذا، لا تتحرك، لا تتغير، لا تتعداه، أم متعدية؟ حصل البحث، فعملية البحث عن العلة سميت عملية تخريج المناط. لماذا؟ لماذا نهى عن مبادلة الذهب بالذهب وجعله مالا ربويا، والفضة كذلك، البر، الشعير، التمر؟ طيب لماذا هذه الأصناف الستة؟ فنظر بعضهم كالإمام الأعظم أبي حنيفة وبحث وقال: الذهب والفضة موزونان. من أين أتت بموزون بالوزن؟ قال: لأنه جاءت في أحاديث أخرى تقول: وكذلك الميزان. إذا الميزان مقصود لذاته، فكل ما يوزن. طب باقي الأصناف؟ يقول: هي مكيلة، إذا يجري الربا في المكيل والموزون. جميل. نظر الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى الذهب والفضة فقال: لاحظ، هذه أشياء جعلها الله تعالى أثمانا بأصل الخلقة، فالعلة هي جوهرية الأثمان، يعني كونهما أثمانا بالخلقة. طيب باقي الأشياء؟ باقي الأشياء قال: كلها مطعومات. فإذا تجري علة الربا في جوهرية الأثمان وفي المطعومات. نظر مالك رضي الله عنه وقال: لا، ليست جوهرية الأثمان، الذهب والفضة ثمن، فكل ثمن يجري فيه الربا، والأصناف الأخرى يقول: لاحظت فيها وصفا جامعا، ما هو؟ يقول: كلها قوت مدخر. قوت مدخر، قوت طعام يعني يدخر، يمكن أن نخزنه. وربما مثلوا، قال مثلا يعني البر هذا طعام الآدميين، يعني التمر هذا يعني فواكه، أصله فاكهة ثم صار بعد ذلك قوتا، الشعير طعام الحيوانات وإن استخدمه الآدميون، الملح يعني الدواء ونحو ذلك، يعني هكذا حصل بعض التعليل. طيب إذا قام الفقهاء بتخريج المناط. قد يكون المناط، الحالة الأولى، المناط ليس مذكورا، قد يكون مذكورا مع غيره أو مختلط مع شيء آخر، فكيف أقوم بحذف ما لا يصلح للعلية؟ مثل الأعرابي الذي جامع أهله في نهاية رمضان، لماذا أوجب الله تعالى عليه ذلك؟ يقومون بالتنقيح. هل لأنه أعرابي؟ هذا لا يصلح. هل لأنه جامع بخصوص الجماع؟ ذهب إلى ذلك مثلا الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لا، أبو حنيفة رضي الله عنه رجع خطوة إلى الوراء وقال: هناك اعتداء على حرمة الشهر العظيم، فلو أفطر في نظر إلى خصوص الفطر، إلى عموم الفطر وليس إلى خصوص الجماع. وكذلك مالك مثل أبي حنيفة. لاحظ، يقوم كل واحد بقص، بحذف ما لا يصلح للعلية. تحقيق المناط، الصورة الثالثة التي يقوم بها الفقيه: عرفت العلة واتفقت مع صاحبي عليها، لكن ما هي العلة هنا؟ هل هي متحققة أم ليست متحققة؟ عرفناها، هي موجودة، لكن هل هي متحققة في هذه الصورة أم لا؟ لنأخذ مثلا مذهب مالك رحمه الله في قضية القوت المدخر. القوت المدخر
أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة وكذا، التوت مثلا هذا قوت ولكنه لا يدخر، يفسد بعد يوم واحد. وجدنا مثلا في تركيا هنا يدخرون التوت ويأكلونه في الشتاء، وهو طعام لذيذ عندهم وغالي الثمن ويدخر جيدا. فهنا هل يجري فيه العلة التي عرفناها وهي القوت المدخر أو لا يجري؟ هنا إذا حصل خلاف بينهم في هذا فيقال الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهم على العلة. فهنا الفقيه حتى لا يحذف شيئا يريده الشرع، وحتى يثبت في العلية سواء في تخريج المناط أو في تنقيح المناط، ها، أو حتى في تحقيق المناط، حتى يثبت شيئا من جنس ما أراده الله تعالى وقصده، فهنا جاءت الضرورة لمعرفة مقاصد الشريعة. وبهذا اللفظ ربما أول من استخدمها الحكيم الترمذي رحمه الله، لو كتاب اسمه الصلاة ومقاصدها أو هكذا مقاصد الصلاة. ثم جاء بشكل أوضح عند إمام الحرمين الجويني، ثم بشكل نص صريح مريح عند الإمام الغزالي، وقلت لكم تحدث كتب شفاء الغليل وتطور وتطور، فجاء مثلا وكلها في مدرسة الأشعرية، كل هؤلاء في مدرسة الأشعرية رضي الله عنهم. جاء بعده العز بن عبد السلام رحمه الله، هذا الإمام الشافعي الصوفي الأشعري المجاهد، فألف كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وجاء بعده تلميذه ربما يكون الشهاب القرافي وكتب أيضا، ثم جاء الشاطبي بعد ذلك وكتب الموافقات. فتكامل العلم الذي هو فرع من علم الأصول، مهمته أن الفقيه حين المجتهد حينما يريد أن يبحث عن مقاصد الشريعة، حينما يبحث عن العلل حتى لا يصيب إلا ما أصابه الله ما أراده الله تعالى، فيبحث عن الشيء الذي هو من جنس ما أراد الله فيثبته، والشيء الذي ليس من جنس ما أراد الله فيحذفه. يعني مثلا الخمر لماذا حرمت؟ حتى نجعلها في النبيذ أو لا نجعلها في النبيذ؟ مثلا الخمر سائل كميت اللون، متخذ من العنب، لاذع الطعم، أصله محلول سكري، أشياء هكذا. فيأتي اللون هذا سبحان الله موجود في الخل، إذا لا يصلح اللون. الطعم اللاذع كذلك موجود في الخل، لا يصلح أبدا. كونه سائلا أيضا لا يصلح، فيجد فيه مثلا علة الإسكار، فيقول الإسكار نعم. طيب الإسكار هذا ماذا يضر بمقاصد الشريعة؟ الإمام الغزالي نص على تقسيم الشريعة إلى مقاصد الشريعة إلى ضرورات أو ضروريات وحاجيات وتحسينات، وعبارته يتبعها الناس، ومقصود الشارع حفظ من الناس حفظ أن يحافظ على دينهم أو هكذا، أو كما قال وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم وهكذا. إذن الدين ينبغي أن تحفظ، أن يحفظ هذا المقصد. طيب ما معنى ضروري؟ يعني إذا اختل، إذا ذهب لا يمكن الحياة معه، ولا يحصل الإنسان حياة سعيدة سليمة مستقرة لا في الدنيا ولا في الآخرة. اختل عنده الدين كان خالدا في نار جهنم. فكل شيء يحفظ الدين هذا من الضرورات. حفظ النفس لا يجوز إزهاق الأرواح، وأي شيء يؤدي إلى إزهاق الأرواح يمنع إلا إذا كان يحقق مصلحة أعلى في نظام هذا، يعني يدرس في تفاصيل هذا العلم، مثل يعني
قتل المحارب، المحارب هذا الذي يعني يقطع الطريق، إذا يعني تركناه سيقتل الناس. فالشريعة جاءت بعقوبة رادعة من أجل أن تحفظ ماذا هنا؟ قتلنا النفس، لكن من أجل حفظ أنفس أكثر، إذا هناك مصلحة أعلى. الجهاد في سبيل الله إذا ما فيه تعريض النفس للإزهاق، لا بأس أن تزهق الأنفس في حفظ مقصد أعلى وهو مقصد الدين، وهكذا. فوجدنا في الإسكار أنه يضر بهذه الضرورات وهو العقل، إذا اختل العقل ذهبت الحياة. كذلك أي وسيلة تؤدي إلى قطع النسل تمنعها الشريعة. كذلك الذي يؤدي إلى إزهاق المال منعت منه الشريعة. إذن هذه الضرورات. الحاجيات هي ليست في خطورة الضرورات، ولكنها مهمة جدا، والحياة تكون بعسر شديد. في الحالة الأولى في الضرورات الحياة لا تستقر، في الحالة الثانية قد تستقر بصعوبة. مثل ماذا؟ يعني هذا الإنسان يسافر ويستطيع أن يصوم لكن بمشقة كبيرة، وربما يغمى عليه، ف يعني يسقط ثم ينعش قليلا وهكذا حتى يكمل اليوم، يمكن أن نفعل هذا، ولكن هذا فيه عسر شديد، فرخص الشرع الشريف له أن يفطر في رمضان بشروط. الطعام أصله من الضرورات، لا يمكن أن تقوم الحياة إلا بالطعام، لكن هناك أنواع أحلها الشارع لنا. مثل ماذا؟ أحيانا قلت لك ماذا؟ يعني حرم علينا الخنزير مثلا، حرم الخنزير، لكن الامتناع عن الخنزير ما الذي سيؤدي؟ الآن في ضرورة الإنسان سيموت من الجوع، مضطر، هذا حل له ما يسد به الرمق. غص في طعام، وهناك شربة خمر يمكن أن يدفع بها، يجب عليه ذلك، فحاجة قد تنزل منزلة الضرورة ضمن تفصيل مدروس في هذا العلم. التحسينات هي الأحكام التي يعني شرعها الشارع من أجل تحسين الحياة، اللباس، الطيبات من الطعام، هذه الأشياء الجميلة حتى تكون حياتنا هكذا، يعني فرض علينا ستر العورة، فرض علينا الزينة في المساجد وهكذا، يعني زينة عدم التعري وهكذا. فإذا هذه تحسينات. وهذا العلم كما قلت هو علم مهم لمعرفة أحكام الله. هذا العلم أركز مرة ثانية لا يغني عن علم الأصول، بل يدرس في ظلال علم الأصول. أريد أن أنبه إلى قضية أخيرة، وهي أني وجدت دعوة محمومة إلى علم المقاصد من طرفين من الناس، وهذا أمر غريب جدا، من الراسخين في العلم، من كبار العلماء يدعون إلى دراسة المقاصد، رأيناه، بل في شيوخنا عدد منهم كتب في هذا. ورأينا الفريق الثاني، الحداثيون والعلمانيون وهؤلاء المتبرمون بدين الله تعالى، كذلك يدعون إلى دراسة مقاصد الشريعة. ما قصد الأولين وما قصد الآخرين؟ قصد الأولين أن يطبق حكم الله تعالى كما أراد، ولا يحصل حيف. تريد أن تطبق الحكم فيؤدي بالإخلال بنظام الله تعالى في الأرض. لاحظ مثلا سيدنا عمر، الناس جاعوا وماتوا من الجوع، فبعضهم سرق ليأكل، لم يقم عليه الحد، هنا نظر في تحقيق المناط، السارق تقطع يده. طيب من هذا السارق الذي تقطع يده؟ هو ينبغي أن يقوم السبب ويحصل الشرط وينتفي المانع. هذا الذي جاء يعني سرق ليأكل، هناك شبهة، يريد أن يسد الرمق، مصلحة المال مؤخرة عن مصلحة
مصلحة حفظ المال مؤخرة عن مصلحة حفظ النفس، فلم يقم الحد. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ازرعوا الحدود بالشبهات، وهذه شبهة. فإذن يطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعض البسطاء يقول عمر عطل النص، لم يفهموا شيئا، لم يفهموا شيئا. لماذا؟ لأن سيدنا عمر قرأ النص السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ما هو السارق شرعا؟ أخذ مال الغير من حرزه خفية مثلا، الشروط المذكورة في كتب الفقه، وبلغ المال نصابا، هذه ثم بشرط أن لا يكون هناك مانع. قامت شبهة، إذا قام مانع. طيب إذا جاء عمر الآن وقطع من يد هذا الإنسان الذي سرق وهناك مانع، ما الذي يحصل؟ يكون قد خالف النص، لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيكون عمر قد قطع ما ليس بسارق، لأن السارق شرعا هو من قام السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع. فحينما يقطع هذا المسكين الذي جاء الذي سرق ليأكل، يكون قد خالف النص ولم يكن قد عمل بالنص. نفس المثال يتناوله الآن الحداثيون والعلمانيون، ويبحثون عن مقاصد الشريعة، يريدون إبطال النصوص. يا رب ماذا قصدت من هذا الحكم؟ يقول أنا قصدت منه مثلا هكذا حفظ المال، خلاص يحفظ المال بطريقة ثانية، نحن نرتب أحكاما تحفظ المال، قصدت حفظ النفوس، خلاص لماذا أوجبت القصاص؟ وهذه الأشياء جاءت بهذه الطريقة، يعني الخمس هذه ربما أخذت من حدود الدين، إذا ارتد يقتل في شرع الله تعالى، لكن ليس نحن نقتله، يقتل القاضي في نظام الدولة الإسلامية، ليس نظام الدولة الإسلامية داعش وغيرها، لا، في النظام الحكم المستقر وهناك قاضي حقيقي وكذا. إذا ارتد فأزهقت روحه حد الردة. النفس قتل فاقتص منه، إذا الشرع الشريف يريد ماذا؟ حفظ الأنفس، لأن قتل إنسانا يريد القتل. العقل شرب الخمر فأوجب عليه حد الشرب. زنى، هذا سيفضي إلى قطع النسل، وجب عليه الجلد أو الرجم حسب التفصيل. سرق المال، وجب عليه قطع اليد. إذن عرفوا أن هذه ضرورات، لأن الشرع الشريف قد شرع لها أشياء زاجرة وشديدة تؤدي إلى القطع والقتل من أجل أن يحفظ هذه الأحكام. الحداثيون يفترضون أننا يمكن أن نطبق الشرع الشريف، يعني مقصده، دون أحكامه، فتعال يا تعال لأيته الشريعة من أجل أن نطبق المقاصد. ما هي المقاصد عند هؤلاء؟ ها؟ أن تعطل الأحكام والشريعة. وماذا تريد أنت؟ تريد ماذا؟ حفظ الدين والنفس وكذا. نحن نقوم في البرلمان بتشريع أشياء تحفظ هذه الأشياء. هنا دخلنا إلى حيز الفرقة الباطنية. الباطنية انطلقت من هذا، انطلقت من افتراض أن الشريعة لها ظاهر غير مراد ولها باطن هو المراد، فعطلوا ظاهر الشريعة وأوهموا الناس أنهم يطبقون روح الشريعة أو مقاصد الشريعة. فرق بين النظرتين. وذلك الإنسان الذي يفترض إبطال الأحكام من أجل تطبيق المقاصد وقع في الضلال المبين. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، ونسأل الله تعالى حسن الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.